ناشر موقع الكلمة أونلاين كتب مقال أو انكتب على الموقع مقال باسم حدا تاني مش باسم الناشر، وكان في كتير من الافتراءات والأمور اللي هي إذا بدك مع احترامي للجمهور ولإليك مضطر استعمل كلمة كان في كذب فيها. يعني كانوا عم يقولوا أنه الياس أبو صعب بيروح على محل معين كل نهار سبت وبياخد من إيش هذا المحل، ما داعس فيه أنا لهالدرجة واللي عم بيقولوا بروح لعنده فيهم يسألوه. يعني لما تروحي أنت تقدمي دعوة بده يجي القاضي يسأل هالكلمة مزبوطة ولا غلط. واحد وواحد لازم يعملوا اثنين، واحد وواحد إذا عملوا سبعة يعني في مشكلة. بهذا المقال واحد وواحد كانوا يعملوا 700، مشان هيك اضطر الناشر يسحبوا للمقال بطلب أحد الأشخاص أصدقاء صديقه. طب سحب المقال منيح؟ لا ما تكفي لك. سحب هيدا المقال وقال لي برر لي أنه أنا ما انتبهت له، البنات أوقات اللي الموجودين بالموقع بنزلوا هيك أخبار أنا ما بكون قارية، عرفت أنه الموضوع العام بس ما فت بالتفاصيل ما عرفته. ولكن الشخص اللي تدخل لحتى انسحب هيدا المقال اللي هو صديقه لناشر هذا الموقع قال لي حكينا معه وخلص سحب الخبر وبس بدك تهتم فيه. يعني قلت له شو يعني بدي اهتم فيه؟ قال لي يعني اعطيه قرشين. قلت له انا بدي اعطيه قرشين؟ قال لي ماشي الحال، عم بيقول بده بهالوضوح مبلغ 25,000 دولار. قلت له انا بدي ادفع 25,000 دولار لحتى يبطل حدا يكتب عني؟ كيف هالمنطق؟ اولا ما عندي شيء خبيه، نعم، ولا عندي شيء بخشى انه حدا يكتبه عني. ولما اكون هيك بقدر صحيح واجه، بقدر روح على القضاء. هلا الناشر بيقول انه انا قلتها بشكل مزحه. هلا انا ما وصلت لانه قالها بشكل مزحه، انا وصلت لانه قالها. بعدين بيقول انه لا هو انا اخطات بحقه لما قلت انه هو طلب هيك مبلغ، وانا اذا بسحب هيدا الكلام تنتهي الامور. لا انا وصل لي هذا الكلام. طب هذا الكلام اللي انت عم تقوله كمان لكفيلك يعني استهداف هذا بعدين، بس قبله في مرحله. بعدين فجاه بلش شوف مقال اثنين، بعدين بيبعث لي رساله نصيه بيقول لي بالانجليزي انه شيء بما معناه game is over tomorrow another day، انه خلصت اللعبه وبكره نهار جديد. بعت له انا شو عم تهديد يعني عم تهددني؟ قال لا انا ما بهدد الناس المسالمين اللي مثلك عم يتمسخر يعني بقى. وتاني بعد 6 ساعات تقريبا بلش ينشر بالمقالات اللي هو عم بيجيبها شغلات مثلا منشوره من قبل وموضحه من قبل وما فيها شيء، هلا رح بحكيكي انا عنها. نعم. بلش يحطها ينشرها واحد ورا الثاني.